الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. سلورم ده إيمان ده أركانونا غفا پیغمبران ورسولان وبان ده إيمان ده نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون رسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. فده بان ده زمون إيمان ده شاقوي بندگان ده عبادتي نكيه وپیغمبران ده تكذيبي نكيه وأن الله أرسلهم الله رب العالمين لقلي دي وأوحى إليهم وحي وارتكر دي وأيدهم بالآيات أو معجزاته ماني مزبوط كري دي أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى هغا أمانتي بورشك الباندي أدا كري كم الله رب العالمين واركدو نصح الأمة أكمل نصح للأنبياء والرسل عليهم الصلاة مكمل طور باندي أمتي كم دي نصيحة كري دي نعم وبلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه الله رب العالمين جو تيسشي حكم كري دي تبليغ غير طول خلقه ترى سولي دي وبذلوا غاية جهدهم وأنواع الجهاد جميع أنواع الجهاد أتوا بها أو مختلف تسنغا أخيري حد بوري خبل كوششونا كري دي مختلف جهادونا كري دي دا بارج داغ دعوة خلقه تأورا سي نؤمن بهم إيمان في رولو وبما علمنا الله من أسمائهم أو هر هغا جاء الله رب العالمين دي نمونا راخو دي وصفاتهم وصفاته باندي والآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها أو هغا آيات ومعجزات جاء الله رب العالمين دي ورباندي مزبوط كري دي والأخبار التي جاءت عنه او هغه خبرونه چې دا غي بارکی راغلی دي اول الانبياء ادم عليهم الصلاه والسلام دټولنا اول نبي ادم عليه الصلاه والسلام دي واول الرسل نوح عليهم الصلاه والسلام اول رسولاننا نوح عليه الصلاه والسلام وخاتم الانبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاه والسلام او خاتم الانبياء اخري پیغمبر هغه جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كل من ادعى النبوه او الرساله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو والله كاذب وكافر كفرا اكبر هر هغه سوق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه بعد د نبوت دعوه وکي والله هغه دروغجن دی او کافر دی ومن يصدق هذا فهو كافر مثله والله اعلم او سوق چې هغه تصدیق کوي هغه د هغه پرنګ کافر دی الله اعلم